طيب مين تاني موجود؟ شركة السلام يا فندم خلصت محور اوزو اللي سيادتك هتشرفه النهارده. مين؟ شركة السلام المهندس هاني تدرس. هل باشمهندس هاني تعليمات يا فندم؟ تعليمات ايه؟ انا مستني التعليمات يا فندم. طب تخش تعمل الكوبري بتاع دار السلام ان شاء الله يا فندم. طيب هتاخد 25 لما تخلص تاخد الباقي. تمام يا فندم. ماشي كده؟ تعليمات يا فندم. طيب التالت النيل العامة للطرق والكباري يا فندم. اهلا. هشغل شركتي يا فندم يعني اطلع طب منها. طب موافق اكمل على 25%؟ ايوه يا فندم. طب خلاص يبقى نبدا فيهم يا دكتور مصطفى الثلاثه دول بحيث ان احنا بقى كده خلصنا خطتنا خالص.